اسمك اللي عم بحق فيه يا عم الحق. اسمك انت بتقفل ولد الشنع ولا ايه؟ يا بقى انت كده طلبات المعلمين. هو انت مفكر هتهرب مننا؟ طب هتروح فين يا لمبي؟ احنا لينا في كل خراب عفريت وفي كل شقة تعبان. يا لمبي يا ابن الحلال، بدل قطعة النفس ديت قول لنا الكنز فين. ناخد حقنا ومستحقاتنا ونسيبك لسباق الجري اللي انت عايش فيه ده. ويا دار ما دخلك عو يا عم. عو ايه وبخ ايه ونو ايه؟ الله، كنز ومش كنز. انت بتصدقوا اللي التخريب بتاع ابويا ده؟ راجل بكل شويه يطلع ان هو مات وما بيموتش. ده مش احتمال يكون موجود الوقت فوق وتلاقيه صاحي. نعم، امال كنتوا بترغوا في ايه ده كله؟ كان بيقول على مكان الكنز. الكنز؟ ايه شوفوا انتوا؟ شفتوا انتوا؟ انتوا ناس بدلين، لان انتوا كل اللي يهموكوا الذهب والسلاسل والجواهر. انما بني ادم زي ابويا لح ودم وكوارع خلاص ولا يروح فيها في 60 داعية. يا لمبة انا مش عايز اعزيك. لا فرجني هتعزين ازاي يا عم الحاج؟ ده ما خدوش الدش اللي يأذي اللمبي. يا اما الارض شدت ويا اما البطن جابت يا عم الحاج. يا لمبة انا روحي بقت في مراخيري. نف على جنب يا عم الحاج وخرج روحك وريحنا. ولا شغل الاستهبال وسايب وقع مني وابراهيم السلق ده ما ياكلش معايا. ما ده اللي ياكل؟ تحب تاكل لوحدك يعني ولا ايه؟ انا من اللحظه ديت كان طاري مع ابوك بس يا لمبي. اللي نصب علينا وكان كل يوم يجي لنا بحدوته شيك واحنا نمد ايدينا في جيوبنا ونديله بمزاجنا. دور عليك بقى. قول يلا. اللي عايشنا في الوهم سنين طويله على قصه الكنز ده، والجنيهات اللي هترجع ميات والالوف اللي هترجع ملايين، ولا شفنا لا كنز ولا دياول. بقول لك ايه يا عم الحاج؟ انا ملوش فيه. حلو كده من الاخر. النمبي ملوش فيه. اللي ليه حاجه عند ابويا هريسه يتفضل دلوقتي ويروح محترم على بيت هريسه وياخدها منه. يعني ده اخر كلام عندك يا لمبي؟ ايوه هو اخر كلام. ايه اغشك في وشك يعني واديك قرد ما بينطش؟ ولو ليك الشوق هوب فوق. جاي ولا الدور الجاي يا عم الحاج؟ اللي مش عاجبه كلام على سن مطوط هنا والفه تنوره وتفضل. ينيلك وينيل مواعيدك يا لمبي. مفرهدني بسبوسه. لمبي هات بوسه بسرعه كده يا ود. احنا في الحته يا بنت. هات بوسه يا بنت. ده خلاص يا مجنون وبموت في جنانه. ايه مستنظر ايه؟ مش عارف كان في حاجه بقى. ده الدنيا بيجري ورانا يا بنت. يا بنت اجري بسرعه يا بنت. يا بسبوسه يلا بسبوسه. خرابي طيب انت خلاص مش قادر. مد شويه يا بنت. تعبت يا لمبي. امسك نفسك. خلاص بقى انا فرحت. انا مش عارفه هو احنا بنجري ليه. ايه يا بنت اللي بنجري ليه؟ هنكون بنعمل لايت. لايت ابويا مات يا بسبوسه. عندك هريسه خلاص بح ما بقاش في منه الامامه. عندي هريسه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خلاص خلاص خلاص. ايه يا بنت صوتك يبقى في السايلنت. السايلنت ده ازاي؟ سايلنت يعني ساكت خارج لا تاكل عتبه. عارف ايه اللي حببني فيك؟ ايه علامه. امال ايه يا بنت؟ لازم فضلت امال ايه اللي خلاني فضلت مصمم ان انا اكمل علامه؟ مش قادر ابقى مشبوخ في نفسي كده. يا عسله نيله. احنا في حاجه بننساها كل مره. انت جانا يا لمبي. انت جانا. تعالى يا بنت تعالى. اجري يا بنت. تعالى يا بوسي. بس ايه شكلنا هربنا منهم. مفيش حد؟ لا مفيش حد اكيد. ايوه بنت ما تقلقيش تقلقيش ان شاء الله. بس انا خايف ابويا يكونوا سرقوا ولا حاجه. ان شاء الله. اهو ابويا. يا لهوي هم اللي عامل كده ليه؟ يا بنت ما تخضنيش وما تصرخيش ما تبوظيش الدنيا. يا بنت اسكتي. خايفه. ما خايفه من ايه؟ ده رجل ابويا. وبعدين هو عامل لي علامه يقول لي فين اتجاه الكنز. ماشي انا اروح اعرف ايه. هتعمل ايه يا لمبي؟ بص هعديك بالدماغ. خلاص خش خش. ايه يا بسبوسة؟ خش خايفة. خش خش. ايه ده؟ يا بنت استني يعني هعرق ضوافره. استني شوية. اهو.
السلاسل والمجوهرات والالمازات، ده انا هعيشك في عز في عز يا بت، ده انا بص هحمك بميه الدهب وهنشفك بالحرير في حرير. وانا خلاص انا هفجر بعد كده وهديها كل يوم فول بوطه وكده اسكندراني. ايه في حاجه بتشد دخلني؟ خايفه يفرقع يا بت. فرقع ايه ده؟ ايه ايه دي؟ ايه يا بنت في حاجه جوه بنت الشيخ؟ ايه ده؟ مد ايدك كده. ايه ده؟ ايه دي؟ ده حجاب ده ولا ايه؟ طب اقرا كده اقرا. ايه ده؟ ايه ده؟ انت انت بتستعي عليا؟ ما انت عارف اني ما اعرفش. ايوه عشان انا بوريك الثقافه. طب انا نزلت في المستوى ده يا بنت. طب لا ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه اعترف. ايه دي؟ ايه دي برضو؟ هتعرف مكان طريف؟ طريف؟ ايه طريف دي؟ هتعرف مكان طريق؟ طريق ايوه مكان طريق الكنز من اتجاه رجلي ناحية المدفن. والنبي يا لمبي شكل ابوك ده بيميز عليك، لا في لا كنزي ولا كنز. لا في كنز ولا كنز؟ والنبي دي شكل واحدة هتجوزها دي يا بنت. ابويا عارف هو بيقول ايه؟ وبعدين ادينا ورا باب الكذاب لحد باب المدفن مش كده ولا ايه؟ بقول لك صحيح، وانت ابوك مش حنوتي؟ هتصدق ابويا حنوتي؟ انت لسه فاكر دلوقتي ان هو حنوتي؟ لا انت ذكرتني. ذكرتك يا بنت ما يكونش ابوك حنوتي. لو النعمه حنوت. اوعي حنوتي. انت عارفه انا ما اقدرش انسب اقل من حنوتي. عسل يا نيل. بقول لك مش ابوك هو حنوتي وعنده رجاله؟ فضلت هو يجيب لنا اثنين عتاوله اللي عنده دول ويروح واخدينه لفحنه ونروح ندفنه ويا باب ما دخلك دارك. ماشي ده مفيش اكتر من رجاله عند ابويا. امالك يا بنت ليه كده؟ انا عم بعينك مفجعه. عشان رجاله. رجاله انك خلاص بقت مفجعه. انا ايه يعني جنبك؟ انت عسل يا نيله. البنت المفروض عايزه ارعش بقك ده الوقت كده. يا واد ابوك ميت. اكله ميموت اللي عامله ايه؟ هو اللي جايب توكيد غلط. مالك انت؟ انا كان عليا عايز احذف في المنور بس عشان شالت الفحم بقى ما ينفعش الواحد. انت صوتك. طب جيبي بصه في الحاجب ولا في الوش. الله ما تفوتوا يا جدعان. ايه الشغلانه انتوا شايلين فيل ولا ايه؟ ايه يا بسبوس؟ ايه؟ امال ابويا والرجاله والعتاوله و... ايه اللي حصل؟ اقطع دراعي من عند بقي. لما كانوا دول جوز ميتين وخارجين يوجبوا مع ابوكي. كتر خير ابويا ان عمل معانا اللقطه دي. لقطه؟ ما بص اللقطه هنا ان شاء الله. سيجارتين سوبر ماشيين شايلين جثه هريسه. وطي صوتك لا يسمعوك. هيسمعوني ليه يعني؟ اللي بيسمع ده يكون في روح في قلب الجسد، انما بص دول متوفيين. والله بقى ده اللي ابويا قدر عليه. وبدل النعوره دي ما كنت تجيب الجلا من عندك يا لمبي. واحسن من ما فيش. احسن من ما فيش؟ اه. هم دول بقى قبل ما فيش بهبابه. وبعدين بدل ما توجبي مع حبيبك الليمبي نور عينك وكليتك يا بنت. يعني اعمل ايه؟ نور عينك صوتين حياني كده عشان ابويا. ابويا مات يا عبدوس. طيب حاضر. يا بنت مات والمصحف ده زعلان قوي. ياه ايوه كمان واحده يلا. ياه واحده بقى طلع فوق شويه عشان الناس في المنطقه. ياه ايوه زغرتي بقى. بنور فيك يا بنت المصحف. احنا رايحين ندفن ابوك. انا نحيي يبقى من ميت يعني اللي حصل. احنا هنرمي في الحفره ونيجي. على الله. النبي يا ريت المراحيل يخلوا بالهم من المرحوم. هذه الليله الزرقاء. انا مش عارف هيروحوا فين دول. ارفع يا عم الحاج. صوتك يا لبي. هو انت صوت ايه؟ انت عارفه ده انت بسبوسه؟ تعرف لو احنا ناخد هنا مدفن؟ ها؟ لما ناخد لو خدنا مدفن؟ فلو انا لو انت خدنا مدفن هنا؟ ها؟ يلا امشي امشي عند الباب امشي عند الباب امشي عند الباب. انت رخم قوي انت واللي جايبينك. يا لب ابوك لسه ميت. يا بنت ميت ايه؟ من هنا تعال. من هنا من هنا. على مهلك على مهلك. اطلع اطلع فوق. اطلع يا عم اطلع يا عم. انت شايل واحد بتنوره ما تطلع لفوق. اطلع